ديالي. مشي يلا تمشى يلا. لا خليها تمشى خليها تمشى. هذا هو المشروب المشهور قهوة الحافة أتاي. عارفين من لو كيو في البيت احنا دابا طالعين الحافة اللي جا لطنجة خصو يمشي جلس قهوة الحافة فيها منطرزال
الحافه يمكن تطلع ليها من المدينه يعني من وسط حوانت والسكنه، يمكن لك تطلع ليها من هذا الطريق، ولكن خاصو يكونوا عندك ركابي صحاح لان فيها الدروج بزاف. قصبان هذه هي الطريق. الا غادي تجيو من وسط المدينه كتجيو من هنا، والا غتجيو على الدروج من اللور اللور كتجيو من هنا. Thank you.
ركب وركب. دوما المقابر الرومانية غندخل لهم دابا. وما هادو اللي كتبان في الجهة الأخرى اسبانيا هاد. وهذاك مضيق جبل طارق.